مسؤولين في بلادي. هو نداء، هو نداء عاجل جدا، نداء إنساني، وأنا أتوجه به إلى حضرة معالي الرئيس المجلس الرئاسي المحترم والسيد معالي وزير الصحة المفوض المحترم والسيد مدير جهاز الإمداد الطبي المحترم والسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي المحترم. أنا أخاطبكم بصفتكم أبناء لهذا الوطن، لا أنتقد، لا أوجه نقد، ولكن أوجه لكم نداء، نداء كبير جدا. سادتي الأفاضل، هناك نقص شديد جدا جدا في الأنسولين، الأنسولين بجميع أنواعه، الأنسولين البشري وشبيه الأنسولين، يعني هيومن أنسولين وأنالوج أنسولين. الأنسولين مهم جدا لعلاج خاصة مرضانا من الأطفال والشباب والمراهقين النوع الأول، كما هو مهم لكثير من المرضى من النوع الثاني، ولكن هنا أنا أركز على النوع الأول لأنه لا يستطيع أن يعيش بدون الأنسولين. وكذلك للنساء الحوامل، لكثير من النساء الحوامل هناك نقص شديد شديد جدا. وأنا حقيقة تفاجأت عندما اتصلت بالشركات الأم اللي هي شركة ليلي الأمريكية وشركة نوفو نوردسك الدنماركية وشركة سانوفي الفرنسية عن سبب عدم وجود الأنسولين، إن هو من شهر 4 ما هناك الاحتمالات لا توجد لا للدولة ولا للشركات الوكلاء، هذه الشركات في ليبيا. فأنا وجهكم نداء، نحن في حاجة ماسة للأنسولين، هناك يعني شكل خطر على مرضانا. هناك مرضى، عندي مرضى يعني بالفعل، عندي مراهق وعندي شاب فقدوا حياتهم بسبب أنهم نقصوا جرعة الأنسولين بحيث أنه يوفر أنسولين.